محمود صالح اسم لا يحتاج لتعريف، يكفي أن تقول الاسم مجردا لتجد ملايين من جماهير الأهلي تتذكرون نجم فريقها في حقبة الثمانينيات. هو صاحب الأخلاق العالية، كان صخرة الدفاع الحمراء منذ أن لعب للفريق الأول وحتى غادر المستطيل الأخضر عام 1992. ولد محمود صالح أسطورة الأهلي في بناء على نيل مصر الخالد المعروف بعشقه وولعه للمارد الأحمر والذي لا يبعد كثيرا عن هذا الحي العتيق. تدرج الكابتن محمود صالح في جميع فرق الناشئين بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، ولعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيل العمالقة وعمره لم يتجاوز 20 عام. رغم تناوب الأجهزة الفنية لتدريب الفريق الأحمر إلا أن محمود صالح احتفظ بمكانه منذ أن تم تصعيده عام 1981 وحتى اعتزاله كرة القدم عام 1992. شارك مع الأهلي فيما يصل إلى 400 مباراة، ورغم التألق والحفاظ على مستواه بصورة مستمرة إلا أن محمود صالح كان سيء الحظ للغاية مع المنتخب الوطني حيث لم يشارك سوى في 12 مباراة فقط. حقق محمود صالح مع النادي الأهلي العديد من البطولات على المستوى المحلي والقاري، حيث فاز مع الأهلي ب5 بطولات للدوري و6 بطولات لكأس مصر وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا و3 بطولات لكأس الكؤوس الإفريقية. يتميز الكابتن محمود صالح بأعصاب حديدية بجانب الهدوء والاتزان. لقب بصخرة الدفاع في ذلك الوقت بعد أن سطع نجمه في قيادة دفاع الأهلي بعد النجوم الكبار الذين لعبوا في هذا المركز الخطير أمثال مصطفى يونس، حسن حمدي، ماهر همام. بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب بعد مشوار طويل من العطاء، فعمل مع الجهاز الفني لبتروجيت وإمبي وهو يعمل حاليا كنائب لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي عن الجيل الجديد ومستقبل فريق الكرة وبطولة الكأس الدولية التي أقيمت مؤخرا في دبي. معنا اليوم للحديث عنها محمود صالح، صخرة الدفاع.